السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون عن أفضل 10 قنوات ممكن تقدري تعلمي منها الطبخ بسهولة لكل البنات اللي هي لسه مبتدئين مبيعرفوش يعملوا غير أكلات بسيطة. القنوات اللي أنا هقول لكم عليها النهاردة دي حلوة جدا وأسلوبها بسيط وسهل وإن شاء الله تقدروا تستفادوا منها كتير. يلا بينا نبدأ. اول قناه معانا قناه مروه الشافعي. هي شيف انا بحبها جدا. هي دلوقتي بقت شيف على قناه النهار وطبعا معظم الناس اكيد عارفينها بس انا كنت بتابعها من قبل ما هي تبقى شيف يعني على القناه. طريقتها حلوه جدا في الشرح وبسيطه وسهله قوي وبتوضح كل حاجه بالراحه ومعظم فيديوهاتها يعني وقتها ما بيعديش 6 دقائق 5 دقائق دقيقتين زي ما احنا شايفين كده بس وانا اتعلمت منها واستفدت منها كتير وان شاء الله انتوا كمان تستفيدوا منها. تاني قناة معانا قناة سنة اولى مطبخ اسفة. القناة دي برضو حلوة جدا ومميزة قوي. كل الاكلات اللي فيها يعني اغلبية الناس عارفينها بس بيعملها يعني بيعملوها بطريقة مختلفة وحلوة جدا. انا جربت حاجات منها طلعت تحفة 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 يعني. وبرضو معظم الفيديوهات او كل الفيديوهات هما بتطولش يعني مش من النوع اللي بيرغوا كتير وكده فبيختصروا في الفيديوهات وطريقتهم واضحة جدا. تالت قناة معانا قناة اسمها تيستي. قناة تيستي هي مش قناة عربية بس اللي بحبه في الفيديوهات بتاعتهم منظمة جدا وطريقة التصوير بتاعتهم تحفة حلوة قوي وبيوضح حاجات كتير يعني بيشرحها بالتفصيل التفصيل الممل يعني حلوة جدا يعني بجد يعني انا برتاح لما بسمع الفيديوهات بتاعتهم حتى لو مش هعملها بس بحب اشوف الفيديوهات بتاعتهم. رابع قناة معانا مطبخ تيك تاك. برضو هي بتقدم وصفات سهلة جدا مناسبة للناس اللي هي مبتدئة لسه ما بتعرفش تعمل اي حاجة. معظم تركيزها على الاكلات المصرية ويعني واسعارها او تكلفة الحاجات اللي بتعملها اقتصادية جدا وعلى قد الايد يعني. خامس قناة معانا منال العالم او العالم مش عارف من العالم تقريبا. طبعا هي مش محتاجة ان انا اعرفها هي شيف اردنية الاول من اشهر شيفات العالم. بتقدم غير ان هي بتقدم حاجات للوصفات حلوة وللطبخ بتقدم وصفات عربية وعالمية وبرضو بتقدم نصائح مفيدة جدا مش بس للطبخ وكده بس هي شيف لذيذة قوي وانا بحب طريقتها في الشرح. القناة اللي بعد كده اسمها مطبخنا السوري. حلو قوي برضو للناس اللي هي حابه يعني تتعلم الاكلات السورية وكده. في ناس مصريين بيحبوا يتعلموا الاكلات السورية عندهم صراحة حاجة جميلة قوي يعني معظم اكلاتهم حلوة حتى لو مش هتطبقوها بس هي بصراحة يعني حلوة بالذات الحلويات بتاعتهم وهم الحلويات بتاعتهم حلوة قوي. انا بعشق الحلويات السورية. برضو طريقتها بسيطة قوي في الشرح وحلوة يعني القناة بصراحة تستفيدوا منها كتير يعني للناس اللي هي حابة تعرف كتير عن الأكلات السورية أو حابة تجربها يعني.
القناة اللي بعد كده دي بقى انا بعشق اتفرج عليها، بعشقها بعشقها، اسمها اسماء كوكس، اسماء كوكس، انا اسفة، اسماء كوكس. قناة مبهجة بمعنى الكلمة، يعني كفاية بس انتوا تدخلوا تتفرجوا عليها كده، طريقة التصوير بتاعتها حلوة قوي، يعني انت لو دخلتي من حلاوة الفيديو اصلا هتنسي اي حاجة. طريقة التصوير بتاعتها بجد حاجة كده وهم، وبسيطة قوي في شرحها جدا فوق ما تتخيلوا، وبتنجز بسرعة ما بتطولش، وبجد والله هتستفادوا منها كتير 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 يعني. وكمان مجمعة الوصفات بتاعتها، يعني مثلا وصفات الحاجات، المكرونات والحلويات، ويعني كل حاجة مجمعاها في كذا فيديو، بتعملها منفصلة وبعد كده تجمعهم في فيديو واحد، بجد حلو قوي. بعد كده فاطمة أبو حاتي برضو معروفة جدا، مش محتاجة ان انا اشرح فيها كتير يعني، او اقول عنها حاجة. هي برضو بقت شيف دلوقتي في قناة بانوراما فود، هي برضو لذيذة قوي، وانا بحب ضحكتها جدا وبحب طريقتها. انا برضو كنت بتابعها زي مروة الشافعي من قبل ما يبقوا شيفات على قنوات وكده في التلفزيون. طريقتها برضو حلوة جدا، واكلتها بجد بجد حلوة قوي، تسلم ايديها. بعد كده مطبخ ساسي، دي رقم 9. قناتها ما شاء الله يعني 1.5 مليون، يعني بجد برضو حلوة، وبتعمل حاجات كتير للأولاد، للمدارس ومعجنات، وكل الوصفات اللي انتم ممكن تتخيلوها هي بتعملها، كلها حاجات جديدة وأطباق مميزة جدا بصراحة. آخر قناة معانا قناة أكلاتي مع آلاء الجبالي، البنوتة دي برضو جميلة قوي، وطريقتها برضو سهلة جدا، وهي بتشرح طريقتها حلوة قوي في الشرح، وبرضو ما بتاخدش وقت، يعني معظم حتى لو تلاحظوا فيديوهاتها 2 3 4، ما بتزيدش عن كده. وكل حاجاتها برضو يعني كل الشرح، الحاجات اللي هي الفيديوهات بتاعتها والوصفات كلها حاجات ما نستغناش عنها، يعني حاجات ممكن نشوفها سهلة بس يعني بيعملوها بكذا طريقة حلوة قوي، يعني كل واحدة وليها طريقتها ووصفاتها الخاصة بيها، بس كل القنوات اللي انا قلتها لكم دلوقتي دي ليهم اسلوبهم الخاص بيهم، وبجد حلوين جدا واستفادوا منهم كتير، ويا رب اكون فدتكم، وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي. مع السلامة.